تمام أهلا بكم في نشرة الأخبار حياكم الله وأبرز ما فيها بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة في دورتها الشتوية وسط تباين في أراء الطلبة حول الأسئلة إصابة ضابط وشرطي ومقتل موقوف في إطلاق نار داخل مركز أمن غور الصافي وفاة مواطن إثر إصابته بفيروس إنفلونزا الخنازير في محافظة البلقاء الحكومة العراقية تؤكد أن مدينة الموصل هي الهدف القادم للقوات المسلحة بعد تحرير الرمادي وتباطؤ في نسب نمو الودائع في البنوك الأردنية هذا العام حياكم الله وإلى التفاصيل تقدم 115 ألف طالب وطالبة اليوم لامتحان الثانوية العامة التوجيه في دورته الشتوية للعام الحالي في مبحث الرياضيات للفروع الأكاديمية ومهارات الاتصال للفروع المهنية نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد لذنبات تفقد قاعات الامتحان في عدد من مدارس قصبة عمان واطلع على سير الامتحان وإجراءات عقده مزيد من التفاصيل في تقرير حمزة الشوابكي مشهد امتحان الدراسه الثانويه العامه بدا مختلفا في العاصمه عمان فمنذ الصباح الباكر انطلق الاف الطلبه مسلحين بامنيات النجاح ودعوات التوفيق ليتقدموا لامتحان الرياضيات ووسط اجراءات امنيه مشدده ودفء تعليمي يقيهم برد الطقس وزير التربية والتعليم دكتور محمد الذنبات تفقد سير عملية الامتحان في بعض مدارس العاصمة ليطمئن على أحوال الطلبة والأجواء التي يعيشونها داخل غرفة الامتحان هذه هي المدرسة الثانية التي قمت بزيارتها صباح هذا اليوم، درجة الانضباط عالية جدا من من ابناء الطلبة وبنات الطالبات وايضا من زملائي العاملين في وزارة التربية والتعليم من معلمين واداريين. انا مرتاح جدا لمجريات اليوم الاول وإن شاء الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يستمر الامتحان في انضباطه كما بدأ في اليوم الأول. وبينما كان الطلاب يتفكرون ويبحثون الحلول لاسئله الامتحان كان الاهالي يقفون امام المدارس وقفه قلق وارتباك واعتراض على بعض سياسات وزاره التربيه التي تتخذها ازاء اجراءات الامتحان اضافه الى وقوفهم يرددون ترانيم الدعاء بالتوفيق لابنائهم هم تعبوا وإحنا تعبنا كأهل ونتمنى كمان أنه يكون في التصليح رحمة ورأفة فيهم عشان يكون لهم مجال لأنهم يسلكوا طريق صح ويدخلوا هالجامعات ويتعلموا ويكونوا أفراد نافعين لهالمجتمع خلي الأسئلة تكون من ضمن المنهاج إذا ابني بمدرسة خاصة وتصعب عليه الأسئلة هو طالب علمي متفوق فما بالك طلاب الحكومة اللي بتجيبولهم لهم أسئلة وأساس الحكومة أصلا يعني ما بيعطوا كما هو المطلوب وحين دقت عقارب الساعة على موعد انتهاء مدة الامتحان خرج الطلبة وابتساماتهم تسبقهم لتعبر عن مدى فرحهم وسرورهم من نمط الأسئلة والمدة الكافية لإجابتها ولتطمئن ذات الابتسامات الأهالي وتبرد قلوبهم امتحان والله تمام الحمد لله يعني كان شوي يعني لا سهل ولا صعب والوقت تمام كافي ما فيش اشي صعب يعني مش صعب كثير يعني احنا شفناه سهل كثير ان شاء الله يا رب كان سهل واسئلته واضحه بس كان في يعني شغلات بترتيب الاسئله وفيما يتعلق بالأحوال الجوية التي ستشهدها المملكة خلال اليومين المقبلين أكدت وزارة التربية والتعليم لرؤيا وعلى لسان ناطقها الإعلامي وليد الجلاد أنه سيتم ترحيل الامتحان الذي سيصادف يومه أحوالا جوية سيئة إلى ما بعد اليوم الأخير من الامتحانات حمز الشوابكي رؤيا وفي محافظات المملكه لم تسجل اي ملاحظات لمحاولات التاثير على سير اجراءات الامتحان رغم تباين اراء الطلبه حول طبيعه الاسئله. التقرير التالي يرصد مزيد من التفاصيل. سار امتحان الثانويه العامه في يومه الاول بشكل طبيعي، ولم ترد لغرفه عمليات مركز الوزاره اي ملاحظات لمحاولات للتاثير على اجراءات عقده. اذ ابدى عدد من الطلبه في محافظه اربد رضاهم عن مستوى اسئله الامتحان مشيرين الى انها مناسبه وضمن المنهاج بينما وصف البعض الاخر الامتحان بانه على درجه من الصعوبه كان الامتحان سهل كثير اللي دارس بنجح واللي مش دارس ما حلش يعني وكانت الاسئله كثير سهله يعني. كان امتحان يعني القواعد فيها شوي يعني والله تمام متوسط والله الامتحان متوسط <applause> يعني بين الصعوب بين السهل الامتحان يعني كان صعب جدا وكان هو كان يعني هو فيه شويه سهوله شويه صعوبه بس يعني والله ضربونا بالسؤال الاول طلبة محافظة البلقاء تباينت ارائهم حول مجريات الامتحان إذ بدت علامات الارتياح على بعضهم واصفين معظم الأسئلة بأنها ضمن المنهاج الامتحان كان سهل بس كان لذيذ بس كان في سؤال واحد صعب يعني لازم هم يحطوا سؤال صعب بكل امتحان كان التقديم كثير منيح وكويس والاسئله عاديه يعني على الدرس ما في اي صعوبه كان الامتحان كثير منيح ومعلمات مناح وهدوء كانت القاعه والاجواء منيحه طلبه محافظه الكرك شكوا من صعوبه الاسئله مطالبين بزياده الوقت لفرع الاداره المعلوماتيه تعال الرياضيات يعني اليوم سهل و يعني مش انه سهل بالمره لا نص على نص يعني بينجح ان شاء الله ماده الرياضيات اليوم كان في بعض الاسئله الصعبات كان في السؤال الثالث هو الفرع الاخير كان حله طويل كثير ووقت الامتحان لم يكن كاف يعني كان ساعه ونص بتمنى انه كان الامتحان مده ساعتين آراء طلبة محافظة معان لم تختلف كثيرا عن آراء زملائهم المتباينة في لواء البتراء كان الامتحان جدا يعني رائع من ناحية الأسئلة كانت متوقعة وللي دارس إن شاء الله بيجيب علامة النجاح اليوم كان في امتحان رياضيات فرع الأدب إحنا بس لا بأس فيه كان كويس سهل الامتحان كان متوسط بميل للصعوبة القاعات كانت يعني بصراحة يعني كويسة ما في أي زحمة ما في أي إشي المدرسين المدير كان متعاون معنا الطلاب يعني ما في أي أي غش كانت أو في أي عمليات إشي قدمنا يوم امتحان رياضيات مستوى ثالث والحمد لله كان امتحان جيد مستوى فيه صعب وفي متوسط وفي سهل في أسئلة شوي صعبة وشوي سهلة يعني نوعا ما إيه الإجراءات كانت منيحة والمشرفين اللي كانوا عنا كانوا متسهلين معنا الوقت كان كافي ومع انتهاء اليوم الأول لامتحانات التوجيهي ينتظر الطلبة تأديتهم لبقية المباحث، آملين في أن تكون نتائجهم وفق تطلعاتهم وذويهم في تحقيق معدل يحقق آمالهم. اصيب اليوم ضابط وشرطي من الامن العام وقتل موقوف في حادثه اطلاق نار وقعت داخل مركز امن غور الصافي المركز الاعلامي في مديريه الامن العام اوضح بانه اثناء وجود احد المطلوبين الخطيرين داخل المركز للتحقيق معه قام المطلوب بمغافله احد افراد المرتب واخذ سلاحه الشخصي مطلقا النار بشكل عشوائي داخل المركز مما تسبب باصابه احد مرتبات المركز برتبه ملازم وهو بحاله سيئه اضافه ل اصابه فرد اخر من مرتبات المركز وهو بحاله متوسطه هذا وقد قام العاملون في المركز بالرد بالمثل على المطلوب الى ان تمكنوا من اصابته بعيار ناري ادى الى مقتله وقد شكلت لجنه تحقيق خاصه للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث أثنى الطلبة وذوهم في محافظة معان على مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني بتنفيذ مشروع تدفئة المركزية للمدارس الحكومية الهادف إلى تحسين البيئة التعليمية والصحية داخل الغرف الصفية المزيد من التفاصيل مع محمد دويرج قرية الجربة في الصحراء وتحديدا في البادية الجنوبية تقع مدرسة أبو موسى الأشعري إحدى المدارس التي شملتها المبادرة الملكية لتدفئة المدارس واليوم أصبح طلبتها وكادرها ينعمون بدفء طال انتظاره كان صوبات يعني تخ... تخنقنا أول شيء وكنا لما نطلع نشتري قهقة والكونديشنات هسا أحسن بعد مرات جرة تطفى و... أو هذا الكاز يخلص أنا في هذه المدرسة من الصف الرابع إلى الصف السادس من الصف الخامس من الصف الرابع إلى الصف الخامس كنا على الديزل ثم الصف السادس ولا مكيفات بس يعني الصفا المكيفات احسن من الديزن ونشكر الملك عبد الله 20 مدرسه تلك التي تم تدفئتها في محافظه معان وزعت على مناطق الباديه والشوبك والبتراء بانظمه تكييف هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط نشكر جلاله الملك على هذه المبادره اول شيء وقت الشتويه فعلا انها يعني اول ما كان في تدفئه ولا في شيء يعني فعلا اثرت عليهم في دراستهم ماسه وفي كذا ويعني كون منطقة احنا منطقه الشراي مناطق البارده جدا. فكره ملكيه ساميه اضفت على التدفئه المركزيه في المدارس بشكل عام طابع الجوده والسلامه والامان. الامور كانت شويه متعبه من حيث الصوبات رائحه الصوبات مستوى الامان كان منخفض شويه. كنا نخاف كثير على الطلاب من من شملت المبادره في مرحلتها الاولى خمسين مدرسه حكوميه في المناطق الاشد بروده في المملكه دفئت باستخدام الطاقه البديله على ان تتبنى الحكومه مستقبلا المراحل اللاحقه للمشروع بهدف شمول جميع مدارس المملكه محمد دويرج رؤيه توفي مواطن يبلغ من العمر 47 عاما صباح اليوم في مستشفى الشونة الجنوبيه بمحافظه البلقاء اثر اصابته بفيروس انفلونزا الخنازير H1N1 ومسؤول في وزاره الصحه اوضح ان المتوفى ادخل الى المستشفى قبل يومين بحاله صحيه سيئه حيث كان يعاني من اعراض مرضيه والام في الصدر وارتفاع في درجات الحراره وتبين بعد اجراء الفحوص المخبريه اللازمه له انه مصاب بفيروس انفلونزا الخنازير H1N1 عربيا تواصل القوات العراقية مدعومة بجهود التحالف الدولي التقدم الى نهر الفرات سعيا للبدء في معركة تحرير الموصل من عصابة داعش الارهابية بعد استعادتها لمدينة الرمادي مركز محافظة الانبار. المزيد حول مرحلة ما بعد التحرير او ما بعد تحرير الرمادي في التقرير التالي. بعد الاعلان عن استعاده الرمادي زارها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وتجول في شوارعها واجتمع العبادي مع جنود في المجمع الحكومي الرئيسي الذي سيطرت عليه قوات مكافحه الارهاب ورفع العلم العراقي خارج المبنى، واعلن العبادي يوم الخميس عطله وطنيه للاحتفال بالانتصار بالرغم من ان قوات الامن تعمل على تطهير المدينه من المتفجرات التي زرعها عناصر داعش. بدات وسائل الاعلام العراقيه تبث صورا من داخل المدينه تظهر افراد القوات المسلحه العراقيه والشرطه الاتحاديه والمحليه يرفعون الاعلام العراقيه ويرقصون باسلحتهم تعبيرا عن النصر الذي حققوه عمليه تحرير الرمادي تم التحضير لها طويلا ونفذت على مراحل وبمشاركه جميع صنوف القوات العسكريه الامنيه العراقيه وبغطاء جوي من طائرات التحالف الدوليه الذي تقوده الولايات المتحده وانطلقت اخر مراحلها قبل اسبوع وتوجت برفع العلم العراقي على المجمع الحكومي استعادة الرمادي تمثل انتصارا شخصيا للعبادي حيث وقعت تحت سيطرة داعش خلال توليه السلطة في العراق، لكن لم تمضي ساعات على اعلان تحرير الرمادي، وقبل ان يجف حبر بيانات الانتصار، بدأت اخبار مشككة تتواتر عن تطهير المدينة من عناصر داعش، اولها جاء من الحليف الامريكي، وعلى لسان متحدث عسكري امريكي قال إن بلاده لا تستطيع أن تؤكد صحة الأنباء الواردة عن طرد عناصر داعش الإرهابي من آخر معقله في الرمادي وفقا لما أوردته سي إن إن تصريحات أخرى جاءت هذه المرة من زعماء قبليين من عشائر الرمادي تفيد بأن داعش ما يزال يسيطر على ربع المدينة وتزامن تصريحات شيوخ العشائر مع إعلان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن عن وجود جيوب يتمركز فيها مقاتلو داعش داخل الرمادي، وان عملية تطهير هذه المناطق قد تستغرق اسابيع، وما ان اعلن عن تحرير الرمادي حتى بدأ الحديث عن تحرير مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية من قبضة داعش، حيث قال العبادي ان القوات العراقية ستبدأ بالزحف لتحرير الموصل من قبضة داعش، متعهدا ان يكون العام القادم عام تحرير كامل للتراب العراقي. وزير الماليه العراقي هوشيار زيباري من جهته قال ان الجيش العراقي سيحتاج الى مساعده البشمركه لاسترداد الموصل مؤكدا صعوبه تحرير المدينه بدون القوى الكرديه والتي يرفض زعيمها وحاكم اقليم كردستان العراق مسعود برزاني المشاركه في تحرير الموصل الا وفق شروط اربيل اذا مدينه الموصل تشكل عقده سياسيه وعسكريه للحكومه العراقيه ولاجهزتها الامنيه كما تشكل في ذات الوقت عقده وصل لداعش بين العراق والشام تحرير المدينه هل يعني انفراط عقد داعش الحرب الدائره في سوريا لم تشكل ازمه للسوريين فحسب بل طالت دول الاقليم والعالم باسره، تداعيات الوضع السوري وتاثيره المباشر على العالم دفعت بالجهد الدبلوماسي والسياسي لاتخاذ منحا مختلفا لايجاد حل سياسي ينهي الصراع العسكري الاخذ بالاتساع وموجات اللجوء الكبيره التي تشهدها الدول الاوروبيه. الازمه السوريه وعام من العسكره والسياسه واللجوء يجمل محطاتها احمد النعيمي في التقرير التالي: الصراع العنيف الدائر في سوريا منذ ما يقارب الخمس سنوات كان الاعنف بالقياس لما حدث في دول الجوار حيث خلفت المعارك حوالي 250 الف قتيل فيما قاربت اعداد اللاجئين السوريين 6 ملايين نصفهم من الاطفال وما ميز هذا العام الذي تطوى صفحاته الاخيره عن الاعوام السابقه ثلاثه احداث تركت ظلالها على مجمل الازمه السوريه بعامه ابرزها التدخل العسكري الروسي الذي قلب الاوضاع راسا على عقب حيث رجحت كفه الميزان العسكري لمصلحه النظام بعد ان بدات تميل لمصلحه المعارضه المسلحه وتحديدا بعد الانتصارات التي حققتها في منطقه الغاب شمال غرب سوريا بحسب محللين عسكريين أما الحدث الثاني فكان إنسانيا بحتا لما شهده من حالة لجوء غير مسبوقة فعد عام اللجوء بامتياز حيث سجلت منظمة الهجرة الدولية عبور نصف مليون سوري إلى أوروبا كما شكلت صورة جثة الطفل إيلان على أحد الشواطئ التركية صدمة إنسانية الأمر الذي دفع المستشارة الألمانية ميركل إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود بشأن استقبال اللاجئين السوريين وقد اعتبر المفوض السامي للامم المتحده لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس ان الحرب في سوريا هي المولد الاكبر للاجئين الجدد والمسبب الاهم للنزوح الداخلي والخارجي المستمر حول العالم اما ثالث ابرز الاحداث فكان الحراك السياسي والدبلوماسي بحثا عن حل سياسي للازمه السوريه من خلال جمع اطراف الصراع حول طاوله المفاوضات وكانت بدايه العام مبشره حيث تم طرد عصابه داعش الارهابيه من مدينه كوباني عين العرب السوريه على الحدود التركيه بعد اكثر من اربعه اشهر من المعارك التي خاضتها القوات الكرديه مدعومه بضربات الائتلاف بقياده الولايات المتحده وبقيت الاوضاع الميدانيه تراوح مكانها بين تقدم للقوات الحكوميه هنا وتراجع هناك وسيطره للفصائل المسلحه على مواقع للحكومه في بعض المدن والارياف معارك كرن وفر حسم بعضها بارتكاب جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب وتحديدا في حلب بحسب تقرير منظمه العفو الدوليه حيث قالت المنظمه ان البراميل المتفجره التي تلقيها قوات النظام قتلت اكثر من ثلاثه الاف شخص العام الماضي كما اتهمت المنظمه في تقريرها مسلحي المعارضه باستخدام الصواريخ المحليه الصنع والتي تحتوي على الغاز. وفي منتصف العام دمرت عصابة داعش معبد بيل في مدينة تدمر والمدرجة على لائحة التراث العالمي، كما دمرت معبد بعلشمين الشهير في المدينة والذي يعد أحد الكنوز الأثرية العالمية وشهد الربع الأخير من العام زخما لافتا على الصعيدين السياسي والعسكري ففي الثلاثين من أيلول بدأت موسكو حملتها العسكرية في سوريا وقالت وزارة الدفاع الروسية حينها إن الغارات استهدفت مواقع داعش فيما شكك مسؤولون في الولايات المتحدة وحلفائها والمعارضة السورية أن تسعين بالمئة من المناطق التي استهدفتها المقاتلات الروسية استهدفت فصائل عسكرية مناهضة للأسد والجيش السوري الحر واعتبرت المعارضة أن التواجد الروسي جاء لحماية بشار الأسد من السقوط ولا يخدم الحل السياسي في سوريا، وبعد التدخل الروسي جاءت زيارة الأسد المفاجئة لموسكو والتي اعتبرها محللون روس أنها تأتي في إطار تهيئة الأجواء لعملية تسوية سياسية بين النظام والمعارضة المعتدلة، والحدث الأبرز كان توصل الدول الكبرى في فيينا الى خريطه طريق تنص على تشكيل حكومه انتقاليه واجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومه والمعارضه بحلول بدايه العام القادم ولم تشر الى رحيل الاسد وهي العقده الاساسيه بين الاطراف المتصارعه كما تشكل نقطه خلاف بين واشنطن وموسكو كما عقد مؤتمر للمعارضه السوريه بمختلف تياراتها السياسيه والعسكريه بالرياض والذي خرج برؤيه موحده لانهاء الحرب الدائره في سوريا وبعد اتفاق فيينا، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يدعم خطة لحل الأزمة السورية وإنهاء الحرب هناك. وحدد القرار الشهر القادم موعداً لإجراء مفاوضات بين النظام والمعارضة يتزامن معها ويرافقها وقف إطلاق النار في سائر أنحاء سوريا. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفن ديمستورا أعلن قبل ثلاثة أيام أنه يسعى لإجراء محادثات السلام بين الفصائل السورية في جنيف في الخامس والعشرين من كانون ثاني المقبل، مشيرا إلى أنه يعول على التعاون الكامل لجميع الأطراف السورية المعنية، وداعيا إلى عدم السماح للتطورات الميدانية بعرقلة إجراء هذه المحادثات. وقبل المضي قدما في الجهد الدبلوماسي، جاء مقتل قائد جيش الإسلام زهران علوش في غارة جوية على أطراف دمشق. قالت المعارضة إن الغارة كانت روسية فيما تبنتها القوات الحكومية السورية. وجاء مقتل علوش ليعيد خلط الأوراق السياسية قبل اللقاء المرتقب في جنيف ليربك المشهد السوري حيث مُثّل جيش الإسلام بمقعد في الهيئة التفاوضية العليا في مؤتمر الرياض، وهو من الفصائل العسكرية التي لم تُدرج ضمن الفصائل الإرهابية. مؤتمرات عُقدت واخرى على الطريق بحثا عن حل سياسي لم تتمكن اطراف الصراع والداعمون لهم من حسمه عسكريا فهل يشكل العام القادم فاتحه لنهايه حرب ضروس يتوق الجميع لطي صفحتها اخبارنا لا زالت مستمره من رؤيه الى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد في الشأن الفلسطيني شيع أبناء قرية أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة جثمان الشهيد مازن عربية بعد أن قام الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد والذي كان محتجزا منذ 26 يوما مزيد من التفاصيل مع نبال فرساخ ظنت والدة الشهيد مازن عريبي من بلدة أبو ديس شرق القدس أن أجلها سيكون قبل ابنها فهي من تصارع مرض السرطان منذ أكثر من عام ولكن القدر كان يخبئ لها شهادة ابنها ليضاف إلى ألم المرض وجع القلب الذي لا يشفى رضي والدين غير شكل كان كثير هيك حنون ومدللني غير شكل خاصة لما يعني إلي مريضة مش عارف كيف بده يرضيني مش عارف شو بده يسويني حتى أطيب أربعة أطفال أكبرهم سبعة أعوام وأصغرهم لم يعش بالحياة سوى ثلاث سنوات زيد حنان أحمد وحسن فقدوا ملاذهم الآمن والدهم الذي كان يعدهم بمستقبل أفضل كان يشتري لنا أواعي كان أبوس إيده وأحكي له يعطيك العافية اشتقت له كثير كان يلعبنا مازن وعد ولاده الصغار بده يبني لهم فيلا ويساوي لهم بستان ويحط لهم فيه مراجيح وانا بنام عندهم بدارهم كل يوم وبحلم انا وياهم بكمل حمل حلم ابوهم ان شاء الله يا تاتا زي ما كان بابا بده يعمل احنا وياكم بدنا نعمل حينما تكون في بيت عزاء شهيد تتمنى ان تنشق الارض وتبلعك حتى لا ترى هذه المشاهد صراخ اطفال يحاولون ان يشقوا لانفسهم طريقا وسط الحشود ليطبعوا قبله اخيره على جبين والدهم وأم صابرة تحبس دمعتها وتودع من أنجبت وهنا أب يشكر الله الذي حرر ابنه الشهيد بعد مرور شهر قضاه في ثلاجات جمد فيها على درجات حرارة أقل من سبعين تحت الصفر ليعود ويحتضن تراب الوطن الذي ضحى من أجله اهتزاز الجثمين الشهداء هذا لا يجوز في أي في اي مجال في العالم هذا كله بس انه يعني مشان غلبوا الاهل والله كان صعب جدا يعني بس الحمد لله الحين اللي ورينا الثرى اللي شفناه اليوم خلال عملية فحص جثمان الشهيد مازن عريبة هي عملية انتقام وتنكيل بجثمانه يبدو أن الرصاصة التي ضربوها على رأسه كانت من مسافة قريبة جدا أدت إلى تهتك كامل في عظام الجمجمة ولا وإلى اختفاء تقريبا جميع معالم الوجه استطعنا يعني أن نترك ولو خد بسيط حتى تستطيع أمه تقبيله عليه أبو الموت استل سلاحه وهاجم عدوه منتقما لوطنه المسلوب فارتقى شهيد العزة والكرامة فما كان من المحتل إلا أن احتجز جثمانه فحتى الفلسطيني الميت يستفزهم ويعاقبون الجثة ظنا منهم أنهم بذلك سيردعون شعبا بأكمله عن المقاومة من بلدة أبو ديس القدس المحتلة إبا الفرسخ رؤيا ممثلو الكتل البرلمانية الفلسطينية واهل الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال بحثوا الخطوات العملية للضغط على حكومة الاحتلال للافراج عن جثامين ابنائهم، اهل الشهداء طلبوا ابناء الشعب الفلسطيني بضرورة التفاعل مع قضيتهم عبر تنظيم مسيرات واعتصامات مستمرة للضغط على حكومة الاحتلال لتفرج عن الجثامين دون الرضوخ لاي شروط تفرضها سلطات الاحتلال. هذا موقف صرخة دعوة من قبلها للشهداء لرفض شروط وإملاءات الاحتلال في تسليم الجثامين يجب أن تتحول عملية إبقاء واحتجاز الجثامين إلى حبل يلتف على عنق الاحتلال يؤذيه ولا يؤذينا شيء آخر موضوع التأكيد على أهمية التشريح حتى وإن أخذ بعض الوقت هنا لتجاوز ما قام به الاحتلال من تجميد للجثث كي لا تختفي الادله لان هدف الاحتلال من التجميد هو اخفاء الادله تعطل عملية أعمار غزة وتشرد ألاف العائلات من منازلها منذ انتهاء اعتداءات الاحتلال على القطاع العام الماضي أدت إلى وقوع الغزيين في وضع اقتصادي مترد وارتفاع في نسب البطالة إلا أن ذلك لم يمنعهم من الوقوف إلى جانب إخوتهم داخل أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين في تحديهم للاحتلال قطاع غزة خلال العام 2015 مع منعوكل عوكل عام هادئ لم يبرح الغزيون فيه مكانهم عملية إعادة إعمار متعطلة وآلاف العائلات بلا مأوى حصار مستمر وخانق واستهداف لكل ما يمكن أن يقترب من سيادة الاحتلال الإسرائيلي في البر والبحر أمور انعكست على الواقع الاقتصادي الذي بات ينذر بالمزيد من الكوارث الإنسانية تكيد العام 2015 هو الأسوأ اقتصاديا نتيجة ما مر به في نهاية العام 2014 من عدوان في شهر يوليو أغسطس للعام 2014 أدى إلى دمار كبير في البنية التحتية تدمير لما يقارب 16 ألف منزل ما بين أضرار بليغة وأضرار كلية وحوالي 100 ألف منزل أضرار جزئية إضافة إلى ذلك أكثر من 500 منشأة تم تدريبها كل هذا يعني إن يعني انعكس على الوضع الاقتصادي ما زالت إسرائيل تسيطر على المعابر تدخل تمنع دخول مواد البناء بالصورة الكافية لقطاع غزة وبالتالي هناك 47 ألف متضرر ما زالوا ينتظروا أن تأتيهم مواد البناء من الجانب الإسرائيلي وعبر الدول المانحة يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي الحصار والعدوان أدى إلى بطالة تصل في الشارع الفلسطيني إلى حوالي 43% وهي الأسوأ والأكثر مقارنة بالدول المجاورة على الصعيد السياسي انجازات كبيره حققتها السياسه الفلسطينيه انعكست على الحاله الفلسطينيه عامه كانضمام فلسطين الى العشرات من الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه التي من خلالها ينوي الفلسطينيون محاكمه اسرائيل على ما اقترفته من جرائم حرب بحقهم اضافه الى رفع العلم الفلسطيني في مقرات الامم المتحده واعتراف العديد من الدول بدوله فلسطين هذا العام تزايد الاعترافات الدوليه سواء من خلال البرلمانات او من خلال الدول وحكوماتها التنفيذيه بدوله فلسطين كما اعترفت الامم المتحده بدوله فلسطين ك دولة في قائمة الجمعية العامة وما أن نادى الأقصى جريحا انخرط الغزيين مؤيدين ومشاركين في الهبة الجماهيرية التي انتفضت في القدس والضفة الغربية فخرجوا في مسيرات جماهيرية دعمتها فصائل العمل الوطني والإسلامي جابت شوارع القطاع وصبت غالبيتها في اشتباكات مع قوات الاحتلال على نقاط التماس في الحدود الشرقية والشمالية للقطاع ما أدى إلى سقوط أكثر من عشرين شهيدا و جريح. هناك انتفاضه فلسطينيه في اواخر هذا العام تشير على ان الشعب الفلسطيني ما زال قادرا على مواصله نضاله قادرا على احباط كافه المشاريع الصهيونيه التي تحاول ضم الضفه الغربيه والاستيلاء على مدينه القدس وبالتالي هذه الانتفاضه تشكل معلما بارزا في التاريخ الوطني الفلسطيني في عام 2015. عام 2015 كانت الامال بالمصالحات تتبدد خصوصا ان امورا خطيره يمر بها الشعب الفلسطيني وقضايا معيشيه مهمه مثل المعبر وقضيه الموظفين والضرائب ان كان من غزه وهناك الخطوات الانفراديه في الضفه الغربيه حول حكومه التوافق فان هذه الخطوات قد زادت من فشل التوصل إلى مصالحة حقيقية وهو عام 2015 ينتهي أيضا بمكافات وسجلات سياسية بين الطرفين في غزة والضفة أضرت بالقضية الفلسطينية وبالفعل تعطي الشرعية للعدو الصهيوني الاستمرار في التغول في دمنا وعملية الاستيطان وتهويد القدس فيما نحن كل منا يعيش في اجندته الخاصه ولا ينظر الى هموم هذا الشعب. كل شيء سجل في مؤشراته صعودا او هبوطا الا الانقسام الفلسطيني لم يسجل اي تغيير وعلى الرغم من كثره الانجازات الفلسطينيه هذا العام تبقى الامنيه الوحيده للغزيين كل عام والانقسام خلف ظهورنا. منعك القناه رؤيا غزه فلسطين. بالعودة إلى الأخبار المحلية، خدمة الاصطفاف أو الأوتو في مدينة الزرقاء تهدف إلى تنظيم الوسط التجاري في المدينة، لكن آلية عملها أرهقت جيوب المواطنين، تفاصيل أوفى مع أسامة العدوان. ما تزال شكاوى المواطنين في محافظة الزرقاء مستمرة تجاه خدمة الاصطفاف المدفوعة الأوتو بارك والتي أرهقتهم بسبب عدم وجود آلية عمل دقيقة. الأوتو بارك كله غلط لأنه هذا نهب من أموال الناس. يعني قاعد باخذ على الموقف دينار وهو ما بيستاهل دينار. المواطنون وصفوا خدمة الاصطفاف وسط المدينة بالجباية لاستهدافها الشوارع التي تحتضن أسواقا تجارية وعيادات طبية ودوائر حكومية بالإضافة إلى مراكز عمل المواطنين ما كلفهم أعباء مادية كبيرة. والله إنه سيء للغاية. لأنه يعني بدفعك دينار لو بدك توقف خمس دقائق. مواطنون ابدوا استياءهم من عدم معرفه المستخدمين والموظفين في الشركه التي تقدم الخدمه اضافه الى عدم وجود نظام موحد تعمل به الشركه لتسجيل المركبه لحظه الاصطفاف يعني احنا موظفين هون عندنا زي البنوك احنا موظفين بنوك لما نيجي الصبح نصف سياراتنا باب البنك وبدنا نداوم نيجي نقطع الورقه بنلاقي انها عليها 6 سبع دنانير 8 دنانير و10 دنانير بتوصل كيف تيجي ما بنعرف بيجي رقيب السير لما يفتح بلاقي بقول لك هاي احنا ما لنا في المو... اللي عليك بدك تتخالف بقول له هاي الدينار وهي قاطع وكذا رغم احنا كموظفين كل ساعتين دينار طب احنا موظفين ثمان ساعات دوام بلدية الزرقاء أوضحت أنها أدخلت تعديلات جديدة لغايات تنظيم وتسهيل عملية اصطفاف المركبات وتوحيد لباس المستخدمين وتفعيل نظام الاشتراكات الشهرية وذلك لتخفيف الأعباء على قاطني المحافظة مشروع الاوتوبارك من المشاريع الجدليه في مدينه الزرقاء وهذا المشروع للاسف الشديد عليه الكثير من الملاحظات والعديد من الشكاوي من قبل المواطنين والبلديه مؤخرا حررت مجموعه من المخالفات بحق مستثمر هذا المشروع شكاوي المواطنين كانت تتلخص في العديد من القضايا لعل اهمها عدم وجود بطاقات من فئه النصف دينار، ايضا ان السيارات تدخل الى هذا النظام ولا تستطيع ان تخرج وبالتالي تبقى تعد عليها اموال او فلوس وهنا كانت المشكله الرئيسيه، اما المشاكل الاخرى كان هناك عماله وافده غير اردنيه وهذا مخالف للعقد المبرم مع المشغل. تدخل محافظ الزرقاء رائد العدوان واوقف المخالفات التي كانت تحرر بحق المواطنين وبعد ذلك تم توقيع اتفاقيه ما بين المشغل وما بين البلديه على امل ان يلتزم هذا المشغل بالعقد المبرم بينه وبين البلديه مشروع الاوتوبارك هدفه وغايته خدمه المواطنين وتوفير فرص عمل وتنظيم الاصطفاف بشوارع المحافظه والمواطنون بانتظار التعديل على هذه الخدمه وتحقيق اهدافها يعد العسل اليمني من أشهر أنواع العسل في العالم لما تمتاز به الأرض اليمنية من اختلاف في التضاريس وتنوع في المناخ المزيد من التفاصيل في التقرير التالي اهتم اليمنيون بتربية النحل وإنتاج العسل منذ القدم وقد وصفت اليمن قبل ثلاثة ألاف عام بأنها موطن الطيوب والعسل حيث يحظى العسل اليمني بشهرة واسعة في الداخل والخارج ويعده الكثيرون دواء مقويا ومنشطا حيويا ومغذيا مما جعل سوقه يتوسع يوما بعد يوم ووصلت شهرته للأفاق في كل أقطار الدنيا كل ما يكون الرعي في مكان حسين وامطار ترحل لغدها إن أنه لازم على تغذيه على مكان حسين تغذيه وعلى حسب أماكن فيها الرعي والنحل ما يكون شغلة على مكان رعي وقاف وتوجد أنواع كثيرة من العسل اليمني وأشهرها بالطبع عسل السدر ثم يأتي بعده عسل السمر والذي يتوفر في اليمن بكميات كبيرة وهناك أيضا عسل سلام وعسل المراعي والعسل الجبلي ويعتبر العسل اليمني ذو قيمة علاجية فائقة وقيمة غذائية عالية إضافة إلى مذاقه اللذيذ ونكهته الطيبة ولونه الداكن اليمن مشهورة بالعسل عدة أنواع للعسل في, في اليمن هنا منها السدر واللي عندنا يطلقوا عليه العلب والسمر والمراعي وتختلف أنواع العسل تتعدد كثيرا في اليمن بحسب المناطق والوديان اللي موجود فيها العسل يتميز العسل اليمني ايضا بخصائص فريده، فاننا نجد كل نوع من العسل يناسب عمر او فئه معينه، فمثلا هناك عسل مناسب للاطفال والرضع، وعسل مناسب للحوامل، كذلك نجد العسل العلاجي المناسب لحالات صحيه دون غيرها، مثل عسل السمر المناسب لمرضى السكري ومرضى التهاب الكبد الفيروسي، وعسل السدر المناسب للمرضى الذين يعانون من القولون العصبي وغيرها من الامراض. كانت تتعالج من ديدان في البطن، تمام بالعلاقه الكيماوي والان استخدمت العسل هذا من هنا ما شاء الله من يوم ما استخدمت العسل الصراحه الديدان دي راحت والالم اللي بالبطن كامل انتهت وفي الوقت الحالي اصبح تصدير العسل الى الخارج ضئيل جدا لما كان عليه بالسابق نتيجه لما خلفته الحروب والاوضاع الحاليه الغير مستقره